السلام عليكم طلاب. بعد ما أخذنا بالدرس السابق موضوع الفاينايت أوتوميتد وتعلمنا شلون نحل عن طريق الجدول، شلون نرسم الرسم مالتنا، أو أيضا ممكن عن طريق الجدول ممكن أيضا من الرسم نكتب الجدول مالتنا. اليوم راح ناخذ الديترمينستيك فاينايت أوتوميتد، تمام؟ إنه شلون نرسم على وفق قاعدة معينة اللي هي راح نبدي باللانجويج اكسبت باي فاينايت اوتوميتد، اللي هي عن طريق ريجولار اكسبريشن، تمام؟ وعندنا مجموعة من الأمثلة هنا نقدر نستفاد من عندها، لكن أنا راح أبدي مثال بسيط للتوضيح. على سبيل المثال نعطيني كرايدي دراو فاينايت اوتوميتد اكسبت اول وورد ذات ستارت وذ اي، يعني ارسم الفاينايت اوتوميتد لكل الكلمات اللي يقبل كل الكلمات اللي تبدي بحرف الاي. هنا نحدد لي اللي تبدي بحرف الاي. احنا اتفقنا مثلا من اريد اكتب regular expression مالتها بهذا الشكل، تمام؟ تبدي بحرف الاي، خلاص اي او انا بدلت باي مو مشكلة. شنو النهاية مالتها ما تهمني، ما تهمني يعني اي او بي الكل ستار، شي يجي واخر يجي، اهم شي البداية باي، تمام؟ فانا شلون ارسم فاينايت اوتوميتد يقبل هذا الشيء؟ راح اجي انا هنا اختار القلم، تمام؟ راح اجي ارسم هذا الشكل، هاي الستيت البدائيه. ملاحظه بسيطه، الستيت البدائيه اقدر اخلي سهم هذا الشكل على البدايه، او ممكن اخلي ناقص هنا اخلي سالب. طريقتين صح، تمام؟ هاي راح اسميها كيو زيرو، هاي البدايه تبدي بأي، بدت بأي هنا، بدت بأي، راحت على ستيت هذه اللي هي خلينا نسميها كيو 1، هاي بدت بأي، تمام؟ وهالشي يجي خليجي هذا القوس هو أي أور بي كل ستار، الستار هذه الستار أعبر عنها بشنو؟ لوب، أعبر عنها بلوب، اللوب اللي تعلمناه بالفاينات أوتوميتد اللي هو هذا الشكل، هذا اللوب تعلمناه. دائما الستار اعبر عنه باللوب، فاني راح اخليه ايش كاتب هنا جايد A or B، تمام؟ فراح اقول هنا باللوب A or B. فهسه انا من اجي اريد اختبر الكلمه، خلينا نتعلم شلون نختبر كلمه على هذا الرسم. طبعا راح نشرح اكثر من مثال عمود تكون الفكره واضحه. مثلا عندي انا A B B A، هاي السترينج شلون راح اختبرها؟ اول شيء بدت باي، خلاص بدت باي وصلت لي هنا، هسه وقفنا هنا، احنا انطلقت باي وقفت هنا، هسه انا واقف هنا، اجاني بي موجوده البي عندي، بي الثانيه ماكو مشكله لان الاي او بي هي الاي والبي وتكرارات، اجاني الاي هم ماكو مشكله لان هو لوب، لان اتفقنا انه هذا القوس اللي هو اي او بي كل ستار يشمل اللمدة ويشمل الاي والبي والتكرارات مالتهم، تمام؟ فاني اهم شغله انه هنا انا البدايه مالتي كانت بشنو؟ البدايه كانت باي. هنا شي يجيني خلي يجيني ما ياثر، اذا عندي الرسم والسترين كلها صحيح، تمام؟ هاي اول خطوه، زين. الخطوه الثانيه بالرسم، والشي خلينا نقول شي مهم بالرسم، انه اكو شي يسموه ديد ستيت. يعني شنو ديد ستيت؟ ديد state، يعني الستيت او الحالة الميتة. يعني شلون؟ هسه هو هنا قال لي بدي start with A، زين اذا بدأ ب راح يروح على شيء يسموه date state. هنا هاي date state لا يمكن الخروج منها، يعني شنو؟ يعني تظل تفر حول نفسها A or B loop، هاي B. يعني شلون؟ خلني نوضح هاي فقرات الديتا ستيت. هاي طبعا هاي يسموها ديتا ستيت، نأشر عليها هاي الديتا ستيت. يعني اني اذا جتني كلمه، احنا عندنا الكلمات بالفاينات اوتوميتد، مثلا عندنا اي، مثلا بي اي، مثلا كلمه ثانيه اللي هي اي بي 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 اي، عندنا حالتين يا اما accept يا اما reject. accept و reject، accept مقبول، reject غير مقبول، تمام؟ فهسه اني
اكو حالات يسموها غير مقبوله. اني بالسؤال حدد لي قال لي تبدي باي حصان، خلص ما طول تبدي باي، فانا خليه تبدي باي وشي جواه خليجي. وعندي الحاله الثانيه اللي هي ريجكت، لازم يعني لازم اكتبها بهاي الحاله، لازم اكتبها. فش راح اقول هنا؟ راح اقول اذا بدت بي فراح تروح على ديد ستيت اللي هي الحاله الميته اللي هي ريجكت. هاي ريجكت تمام، هاي ريجكت وهاي الاكسبت مالتي، هاي ريجكت وهاي الاكسبت مالتي. فاني هنا اذا اجي على الحاله هذه تبدي بي، فمن بدت بي هنا بدت بي، ايش راح يصير عندي من بدت بي؟ راح يجي هنا راح يروح على ريجكت، راح تصير ريجكت اذا غير مقبوله. اجي هنا بدت باي، خلاص ما طول بدت باي، اذا هاي اكسبت مقبوله. زين انا ايش راح استفاد من هذه؟ هاي راح استفاد من عندها انه انا راح يجيني سؤال، السؤال يحتوي على هذا الرسم ويحتوي على عدة كلمات من هذه، راح يطلب من عندي اختبار هاي الكلمات، هل انه هي reject او accept تمام. ممكن ايضا انه يجيني السؤال انه يطلب من عندي اني ارسمها تمام. ناخذ مثال اخر، خلنا ناخذ مثال اخر هنا مثلا، خلنا نقول ما الاكزامبل مالتي بهذا الشكل accept، خلنا نقول قال لي ارسم draw the r dot e يساوي a a star. هنا قال لي ارسم هاي regular expression، ما قال لي تبدي ولا لا، هو مباشرة نطاني regular expression وقال لي ارسمها. زين اذا الاحظ هاي هنا اكو a دائما تبدي بيها، ايضا هنا دائما تبدي باي، او خلينا نخليها ب عمود الاختلاف، انه دائما تبدي هنا بشنو؟ دائما خلينا يعني اذا لاحظ اني انه انا يعني خلالي اياها ب تمام؟ زين بس هنا أنا ما يعطاني نص انه start word with، هنا ما يعطاني نص محدد، بس اللي ظاهر عندي انه هي تبدي ب، فاني بكل بساطه من اجي ارسمها، راح اجي ارسم هذا الشكل، هاي البدائية خلينا نحط لها سالب على كيو زيرو تمام. إذا أجي هنا بي أي فراح أرجع أقول تنطلق بي هذا الشكل تمام. هنا هاي النهائية أخليها يا أما دائرتين، هم نعطيت ملاحظة عليها، يا أما دائرتين أو شيء أخلي بلاس، لا أخلي بلاس هنا على كيو وان. هاي النهائية ايش قايل لي؟ A star، فما طول A star هنا فأخلي loop للA، A star هنا قلنا star loop. زين إذا أجاني A، إذا أجاني A هنا بهذا الشكل راح يروح وين؟ على شيء سموه reject تمام، اللي هو data state. هذا data state هنا خلينا أقدر أكتبه هنا بداخل date data state، هذي هي state الميتة تمام. A خلي loop عليه بهذا الشكل، هو A أو B، يعني ما راح يجي هنا، راح يظل يفتر، ما راح يقدر يطلع من هاي state نهائية، لأن هاي reject مو accept. فهس مثلا أجي مثلا قلت B A A A A تمام، هسه هاي كلمة مقبولة أو مقبولة؟ هسه اقول بدت البي انطلق وقف هنا بالبي. زين واحد جتي اربع عيات ما يهم، لان هو لوب اذا صحيحه، لكن من اجي اقول مثلا اي 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 هنا بدت اي، فاجي هنا اجي هنا، فهذا غير مقبول، لان انا عندي regular expression البدايه شرط انه بي تمام، شرط انه بي، فاذا هاي غير مقبول. زين بعد ناخذ مثال التوضيح اكثر، example تو ده خلينا نقول شنو بالله، او ممكن خلينا نقول النص بهذا الشكل تو فاينات ديتيرمينستيك فاينات اوتوماتيك. دائما ديتيرمينستيك يعني شيء محدد، all string of length almost 3
تمام almost 3 اللي طولها 3 حدد لك تمام at most طولها 3 at most يعني اكثر شيء 3 يعني ما يصير 4 او 5 لا يعني ممكن 1 2 بس اكثر شيء 3 فانا هاي شلون راح ارسمها هنا أنا. اكثر شيء 3 شلون راح ارسمها لهذه زين ننتبه على شغله هو حدد قال مثلا تبدي ب A تبدي ب B هنا انا ما حدد عندي صح اذا ممكن تبدي ب A ممكن تبدي ب B ممكن تنتهي ب A ممكن تنتهي ب B على حسب فأنا لازم اخذ كل الاحتمالات تمام بس هو حدد لي انه اقل شيء طولها لازم 3 فانا راح اجي ارسمها هنا ارسم state هذا الشكل هاي البداية مالتي اللي هي Q0 خلينا نقول تمام تبدي بأي أو بي ما أعرف فأخلي السهم مالتي هذا الشكل وأقول أي أو بي ما أعرف لأنه ما حدد لي هو أخلي الـ Q1 أقل شيء طولها ايش كنت 3 صح فأنا هنا شو راح أجي أقول أيضا ممكن تنطلق بسهم آخر هنا هذا الشكل راح يكون A or B طبعا الخطأ انه انا اخلي سهم A وسهم ثاني B بهذا الشكل مثلا هذا الخطأ لا انا لازم اخلي سهم واحد وراح يكون هو A or B تمام يعني بمسار واحد هسا انا وصلت وين اذا الـ Q2 هسا انا شنو 1 2 بعد شنو بعد 3 مالتي تمام بعد شنو فراح اجي انا هنا هذا ستيت مالتي سوري هنا Q3 ايضا هنا راح يكون A or B هسه انا 1 2 3 هسه هذا هو اقل شيء 3 زين العفو على على عن اكثر شيء كاتب هو قال اكثر شيء at most 3 يعني اكثر شيء 3 من يروح يصير 4 هنا راح يروح طبعا هاي هنا راح تكون دائرتين اللي هي النهائيه لان هو قال اكثر شيء 3 زين اذا جت 4 راح يطلع من هنا بهذا الشكل سهم راح يروح على ستيت اخرى اللي خلينا نسميها ديت ستيت تمام هاي ديت ستيت ام اي اور بي لكن هاي راح تكون غير مقبوله هنا راح تكون غير مقبوله هو اكثر شيء 3 فعسى مثال مثلا انا عندي A B بهذا الشكل وعندي B A B بس جيت انا هنا هاي العفو اي اذا هنا انطلق باي هاي انطلق باي زين بعد بي اذا هنا انطلق بي اجاها اي نوب انطلق لحد هنا باي خلاص لازم هنا يقبلها بس بعدين اجاها بي اجا هنا وقف هنا البي راح على ديد ستيت فصار غير مقبوله صارت غير مقبوله زين نجي على الكلمة الثانية انطلقت بي هنا انطلقت بي زين A انطلقت بA B هنا جتي بالبي وقفت هنا اكو شيء بعد وراها لا ماكو شيء ما طول وصلت للنهاية اذا صح وسط اذا شغلي صح من البداية الى النهاية وقفت هنا ما راحت عدد ستيت اذا شغلي كله صح ملاحظة مهمة هل انه اكو حالات اني ممكن ما اكتب بيها الديت ستيت مالتي اذا اجي انا الاحظ هنا انا بالرسومات مالتي يعني اغلبها ما كاتبين الديت ستيت الديت ستيت هنا نكتبها انه اذا اجي الاحظ هنا انه يعني اكو بعض الحالات ما مكتوب بيها انه مثلا الديت ستيت اغلب الحالات هنا الديت ستيت دائما يعني يفضل انه احنا نكتبها ايمت نكتبها نكتب الداتا ستيت بالحالات خلينا نقول الواضحة يعني شنو واضحة يعني مثلا سؤال مثلا انه اكتب الارسم الفاينل داتا اللي تقبل كل الكلمات اللي تبدي باي يعني شيء واضح يعني او مثلا اكتب الارسم الفاينل داتا لكل الكلمات اللي تب اللي تمام مثل اكو حاله مثلا ارسم الفاينل داتا مثل ما قلنا
الكلمات اللي طولها مثلا على الاقل كذا او اقل شيء كذا يعني الى اخره، يعني شغلات تكون واضحه ومحدده. بس مثلا هنا هو صح باديه باي بس محدد. وشغله مهمه، الدندستيل اذا ما كتبناها مو خطا، مو خطا رسم مالتي ما يكون خطا اذا الديتا ستيت ما كتبتها، رسم مالتي مو خطا. بس اهم شيء اني ارسم المسار صحيح، يعني انا اهم شيء هذا المسار يكون صح. الديتا ستيت اذا ما كتبتها مو خطا هي، يعني اكو بعض خلينا نقول العلماء قالوا لا لازم نكتبها، اكو لا مو شرط نكتبها يعني. بس يعني شغال خلينا نقول الاسئله الواضحه يفضل انه الطالب يكتب بها الديتا ستيت، تمام، اللي هو الطريق الريجكت، تمام، الغير مقبول. بس دائما الاكسبت لازم يكون واضح ويكون يعني صحيح. شلون انه اختبر اني عليه كلمه معينه، مثلا عندي هذا الشيء، مثلا خلينا نختبر والله عليه كلمه معينه، مثلا ايه هذا، مثلا خلينا نقول بي اي اي بي، ونعطي الكلمه الثانيه اللي هي A B B A. هسه اجي هنا بدا ب، اذا شغلي صحيح وصل هنا، شي يجي ورا ال B خليجي اذا صح شغلي. اجي هنا بدا ب A، بدا ب A هنا المفروض اكو شنو data state، بس انه هو ما كاتبيها، لان قلنا ممكن نكتبها او ممكن ما نكتبها. فما طول اكو A ما بدا ب B اذا هذه reject خطا، اذا هذه reject. فأنا دائما عن طريق السؤال أو شيء أرسم الرسم مالتي وأكتب كلمة معينة وأختبرها، زين ياب أنا هالكلمة معينة شلون أعرفها شلون أكتبها؟ إذا الطالب ما ضابط regular expression واللانجوج مالتها ما راح يعرف يرسم. هسه أنا من إيه هذي أجي أطلع كلمة معينة من خلال هذه regular expression مالتي، مثلا هنا كاتب A or B كل ستار وياها B، ممكن كلها ما تجي هذي، ممكن هنا شنو خلينا نقول، او خلينا نقول ممكن يجي منها اي هنا اي او بي، ويجي يا خلينا نقول هاي اجباري تجي وياها بي. فاجي اي هنا، اجي اي باللوب هو بقى هنا، واه اجي بي وصل البي هنا. اهم شيء نشوف اذا لاحظ هنا جاي تنتهي بي، شي يجي هنا خليجي، اهم شيء شنو تنتهي بي. يعني مثلا خلينا نقول هذا مو اي او بي كول ستار، خلنا نقول هنا أنا أول شيء ما يجي القوس كله هذا ما يجي، فراح تصير لمدة، فهنا أنا ما راح أستخدمه، فمجرد راح تطلع عندي فقط البي، يعني هذا القوس كله لمدة، فهذا البي راح يوصل للنهاية، وصل للفاينل أوتوميتد خلاص، إذا هذا ريجكت صح، تمام. أيضا شنو ممكن كلمات تطلعها من هذا الريجولار اكسبريشن، مثلا على سبيل المثال خلنا نقول بي بي والبي الثالثة، تمام. فهسه هاي البيات اثنين اللي من القوس راح نطلعها على سبيل المثال، وهذه البي هذه هنا هاي البي الخارجية، تمام. فهاي البيات اثنين اللي هي من تكرارات القوس راح تكون ضمن اللوب، يعني احنا اتفقنا الستار يعني لوب، فاحنا اللوب، وهنا البي الثالثة هاي راح تنطلق وتوصل وين؟ للفاينايت اوتوميتد الستيت النهائي، عفوا الفاينل ستيت الستيت النهائية، اذا هذه صحيحة عندي والرسم أيضا صحيح. فأني اللي أستفاد من عندي أنه أنا أرسم الرسم مالتي، فعلى مود أتحقق من الحل مالتي وأتأكد أنه الرسم مالتي صح لو لا، لازم شو أسوي؟ أجيب كلمة معينة أخليها هنا وأختبرها. مثلا أنا السؤال كاتب اللي تبدي بأي، تبدي بأي، لازم أنا الكلمة مالتي من أقول تبدي بأي مثلا، أو كلمة تبدي بأي مثلا هنا ايها مثلا تبدي بأي تنتهي بي، لازم اني هاي تبدي بأي، وخلنا نقول هنا انا اي اي تنتهي بي، اني نعرف انه هاي الكلمة تبدي بأي وتنتهي بي. اذا اختبرت هاي الكلمة هنا وما طلعت عندي متطابقة، يعني ما وصلت للفاينل، اذا ما وصلت للفاينل بصورة صحيحة، يعني اذا ما وصلت للفاينل بالبي، يعني الرسم مالتي خطأ، لازم اصححها. وضحت؟ هسه انا اجي الاي انطلق بالاي وقف هنا، واه اجي اي اي فهو لوب، اللي هو الاي اي طلعت من هاي الاي اي من القوس هذا اللي هو ستار، قلنا الستار لوب، فراح يكمل اي اي واه يجي بي، راح يوصل بالبي الى الفاينل، اذا الحل مالتي صحيح والرسم مالتي صحيح، تمام.
دائما انتبه على غسل مالتي هل انه هو صح او خطا. دائما انا عندي اذا غسل مالتي صح لازم الكلمه توصل من تبدي من الستارت ستيت الى الفاينل ستيت، من توصل من هنا الى هنا بالكلمه مالتي على حسب السؤال، اذا غسل مالتي صحيح. هنا ينتهي الدرس مالتنا اليوم.